اشواق الوغ كيف ما كتشوفوا حنا متواجدين في مدينه وجده. ان شاء الله غادي يكون مهرجان الاناقه والابداع في الدوره الثالثه ديالو. انا اول مره كنحضر بمدينه وجده باش نقدم هذا الحفل هذا، لان سمعت عليه كثير في الدورات اللي مرات، يعني الدوره الاولى والثانيه، وكان عنده يعني واحد الصدى طيب عندنا في مدينه الدار البيضاء، وكان سبقنا وقدمنا نبيل عندنا في صباحيات، ويعني وتقربنا من اللمسه ديالو الفنيه والابداعيه. فأنا سعيدة أنني نجي لمدينة وجدة ونكتشف إبداعات أخرى وتصاميم أخرى، وبالخصوص أن هذه السنة هذه يعني كاينين دول، يعني كاينة مصر، كاينة سلطنة عمان، كاينة الجزائر، يعني فغادي يكون واحد المزيج جميل جدا من التصاميم الرائعة، من الأثواب، من الألوان، فأكيد غادي نكتشفوا أشياء كثيرة. كذلك فتيحة رئيسة جمعية ألوان شرق الثقافة والتنمية، وكذلك مديرة مهرجان الأناقة والإبداع. وكما شفتوا اليوم الندوة الحمد لله كانت على مستوى عالي، وكذلك بالنسبة نعطي شوية توضيحات بالنسبة للدورة الثالثة لمهرجان الأناقة والإبداع، أن كاين تطور كبير بالنسبة للمصممين العرب اللي جاونا من مصر ومن عمان ومن الجزائر الشقيقة، واللي كنشكرهم. وكذلك الشراكة اللي كانت مع الأستاذ أحمد عليوة الشريك شركة فنجان برانت، ونتمناو أن هذا اليوم الجمعة السبت يكون في المستوى. وشكرا لكم. أحمد عليوة رئيس مهرجان القنوات الفضائية ورئيس الشركة المنظمة المصرية شركة فينجر برانت. أنا تواجدي النهاردة أن أنا شريك استراتيجي لجمعية الألوان الشرق الثقافة والتنمية ترأسها السيدة فتيحة بدالي. ده أول تعاون بيننا، ودي أول تجربة في إن احنا نبقى مشاركين في الدورة الثالثة لمهرجان الأناقة والإبداع في دورته الثالثة المقام في مدينة وجدة. احنا إن شاء الله هتشوفوا حدث مختلف، بداية إن شاء الله من المؤتمر الصحفي اللي أقيم النهاردة في غرفة الصناعة، وإن شاء الله يعني بكرة افتتاح وبداية اليوم الأول، وإن شاء الله هتلاقوا يعني يبقى لينا بصمة كده مختلفة، إن احنا نقدر نقدم حاجة بطابع مصري مغربي بشكل مختلف برؤية جديدة، وإن شاء الله يبقى حاجة مشرفة يعني للبلدين، للمغرب ومصر بإذن الله.